عليكم جمهور قناه العصر. المقطع ديال اليوم راه من سوق القريعه، من سوق القريعه للكلاب، والفيديو كان في جو مطر. تابعوا المقطع حتى الاخر. كاين كلاب متنوعه، اشكال وانواع، سلالات نقيه، سلالات متوسطه. الفيديو كان سيق، شاركوا بالقناه، خليوا لي لايك كومونتير، وتحيه عائله قناه العصر اللي كتصر عليها واللي كتفرج فيها، والناس الجدد اللي الله دخلوا تابعونا والله يرضي عليكم، وتحياتي للجميع. شكرا. السلام عليكم، انا الاخ عمر دريويش. عمر دريويش، كي داير؟ صافا عليك، هاني بخير، امورك طيبه؟ الله يحفظك يا اخ عمر. اش عندك اليوم هنا يا عمر؟ كلشي كلمات زوينين دابا. انا السيدة واحد السيدة، اش سمي سميتها السلالة؟ عنده شي 5 شهور يلاه جا دابا. هذا 5 شهور فهمتيني؟ اييه. كلمات ديال الفيرجي، اش كلمات دابا غيجيو عاود تصور انت. ايوه، وهذا شمن سلالة عمر؟ فهمتيني؟ شمن سلالة دا ماشي البراك. لا ماشي البراك. لا ماشي البراك. بوانتير. لا اونجل. ايوا، واش عنده في السن عمر؟ عنده شي 6 شهور 7 شهور. 6 شهور 7 شهور. الثمن ديالو؟ الثمن ديال الاخر ديالو هو 1800 درهم. 1800 درهم. وهنا اش كاين عمر؟ هادشي هذا البيرجي الموسي، شي حاجة زوينة. بيرجي المو. انتوما كتشوفوا تقريبا السن ديالو تكير. هذاك شهر ونص دابا تقريبا. شهر ونص. قل شي حاجه شويه، قل شي حاجه. الثمن ديالو ثمنه 1300 درهم. هذا تكير ولا اخر ليه؟ شنو؟ جوج مذكوره. وراه الرقم ديال عمر راه غيدوز في الفيديو. قول لي عجبك شي حاجه تواصل معاه، وراه عنده سلعه اخرى في الدار. مرحبا. المهم تواصلوا معاه، راه حتى ما كيبغيوش يجيبوا السلعه، هادشي اللي كاين كتكرفش. الله يحفظك عمر، شكرا لك حتى عطيتينا المقطع اخي، بارك الله فيك. الله يحفظك. صحيح، باش من سلالة هنايا؟ خويا هذا الهاسكي. هاسكي؟ هاسكي. شحال عنده في السن؟ والله عنده شهرين وسيمانة. شهرين وسيمانة. وفاكسيني؟ فاكسيني مريض. كارنيت فاكسان؟ وراقي، عنده باسبور. يلاه جا من جنيف اخويا. ياك جاي من جنيف؟ من جنيف، جا في الطيارة، حنا باقي ما جينا. دابا باش تمشي نشعل الطيارة خاصك تمشي، ما خاصكش تجي. الله يسخر لك عشيري. والثمن؟ الثمن 3000 درهم. 3000 درهم؟ انتوما كتشوفوا هذا الكليب ما شاء الله. راه هاسكي. والرقم ديالك اخي؟ 06 80 17 91 21 24. فيه الواتساب؟ فيها كلشي. راه اللي عجبو هاد الكليب يتواصل مع الاخ مباشره، راه قال لكم شي حاجه زوينه وتواصلوا معاه. وشكرا لك اخي، بارك الله فيك. الله يحفظك، بارك الله فيك. هنا اخي عندك المالينو زربه حمراء. واه اخويا، كلاسيك. كلاسيك اللي معروفه بكلاسيك، هذه هي المالينو الاولى. البيع شنو عندك للبيع؟ الوليدات ديال هذا التكير ديالهم بوهم. هانتوما كتشوفوا كارنيت فاكسا ياسر. هانتوما كتشوفوا الوليدات ديالو. وشحال عندهم في السن؟ عندهم دابا شهر ونص. شهر ونص هاد الكليبات. والثمن ديالهم؟ كنقول 1400 خويا. 1400 درهم. هانتوما كتشوفوا معنا تبارك الله. شوف. والرقم ديالك؟ 06 67 93 93 19 15. هذا هو الرقم ديال الاخ اللي عجبوه هاد الكليبات، تواصلوا معاه مباشره. وقلت لي الثمن؟ الثمن 1400. 1400 درهم. وتواصلوا معاه، راه في الواتساب هذا الرقم؟ لا ما فيش الواتساب، اتصال مباشره. انتم راه كتشوفوا الكليبات، اللي عجبت شي حاجه يتواصل معاه مباشره. وهذا هو الاب ديالهم، انتم كتشوفوا ما شاء الله، راه كليب زوين مالينو كلاسيك. الله يحفظك اخي، شكرا لك بزاف. الله يعاونك انت. صحيح، اش من سلالة هنا؟ اش من سلالة؟ مالينو. مالينو زغبة حمراء. وشحال عندك السن؟ عام وشهرين. عام وشهرين تكير. عام وسبع شهور تكير. كارنيت فاكسا. كارنيت فاكسا. كاين كارنيت فاكسا. والثمن؟ 2000 درهم الثمن ديالو. كارنيت فاكسا. وشحال قلتي في السن؟ عام وسبع شهور. والرقم ديالك؟ 06 35 36 63 23. هذا هو الرقم ديال الاخ في الواتساب. نعم في الواتساب. ما فيش الواتساب، اتصال مباشره. المهم انتم كتشوفوا الكليب، عنده عام وسبع شهور. والثمن قلت لي 2000 درهم. 2000 درهم. انتم كتشوفوا كارنيت فاكسان مالينو زغبة حمراء. الله يحفظك اخي، شكرا لك، الله يسخر عمركم. السلام عليكم اخي. وعليكم السلام خويا. اش من سلالات عندك هنا اليوم؟ عندي البيرجي، عندي الكانيش، عندي المالينوا، عندي بيرجي كانيش مالينوا، عندي سميتو عيد السيده بونتير. بونتير. وهذا اش من سلاله اللي شد في يدك؟ هذا كانيش ميشون. كانيش ميشون. والثمن ديالو؟ 2000 درهم. 2000 درهم. وشحال عنده في السن؟ شهرين. تكير انت؟ الفاكسان ديالو كلشي بالفاكسان.
كارني كلشي ليه كلشي اللي راه بكارني ناضي الكليين بشومالطي هادشي ممكن تشوفو تبارك الله ما شاء الله وهنايا اش عندك عندي بيرجي كاري كاين بيرجي كاري خوتهم باقي تروا بياس باقي ثلاثة بياسات وعندي بيرجي زغبة حمراء وبيرجي زغبة حمراء تشوفو تشوفو والثمن دوميكاس هذاك بيرجي زغبة حمراء هذا 1500 والكاري 800 البيرجي 1500 كاسي دوميكاس والبيرجي اخرين والكاري 800 800 درهم شهرين عندهم تقريبا هنايا البونطير بقاو عندي جوج بياسات البونطير بقاو جوج بياسات ديال الصيد هذا جوج بياسات 800 درهم ثمن 800 درهم بياسه ياك اخي 800 درهم هنايا هذا سميتو كانيش بيكينو بريزيليان كانيش بيكينو بريزيليان والثمن ديالو الثمن كندوي خويا 2000 درهم حتى 1500 تما البيع ديالو زوين بين 1500 2000 درهم هو معايا طوليه تواصلوا معاه شحال عنده السن؟ كيعس دابا عنده عام وش كارني دفاكسا؟ بونديسا كلشي كارني دفاكسا عند الاخ وهاد المالينو هادي مالينو شاربوني مالينو شاربوني ها انتم كتشوفوا معايا فيتونسيو 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 يلا فيتونسيو مالينو شاربوني هادي بعتها جي مولاها دابا ان شاء الله تبيعها بعتها لواحد الدري في ليطالي شحال مشات؟ بعتها لي ب 2000 درهم ولكن بعتها لي غير جلو بعتها لي صغيره وبقات عندي صغيره وبقى كيتعامل معايا كتصيفط لي نص الشهر وانا مقابلها لي ايوا والرقم ديالك اخي 06 75 98 08 74 محمود عاودنا الرقم 06 75 98 74 محمود في الواتساب في الواتساب اللي عجبو يتواصل معاه راه تما شفتو السلعه ديالو والكليبات ديالو تبارك الله ما شاء الله الله يحفظك اخي شكرا لك بارك الله فيك السلام عليكم كي داير اخي بخير الله يحفظك تحيه للناس ديال البرنوصي حي القدس الخيريه حي القدس الخيريه واش من سوله اللي عندك اليوم هنايا البيرجي كاري عند الاخ هانتوما كتشوفوا القباحه ديال الخدمه اللي بغى الحراسه وعندو حنا غنشوفو كليبات اخرين هنا اش كاين هذا داك اللي شاد في يدك انتيوا شحال عندها في السن انتيوا عندها شهر 20 عندها شهر الثمن هذه اخوات باعت واحد السيد هذه تباعت شحال دازت عنده 500 درهم 500 درهم وهنايا هذاك هو 1500 1500 هانتوما كتشوفو شحال عنده في السن عنده 10 شهور هذا راه عنده 10 شهور هانتوما كتشوفو كليب هادشي كله تزاد عندك اخي ياك كاين هذا انتيوا دوميكاس انتيوا راه دوميكاس هانتوما كتشوفو وشحال الثمن ديالها؟ 1300 درهم شحال عندها في السن؟ عندها عام تبارك الله ما شاء الله وقلت لنا الثمن شحال؟ 1300 درهم انتم كتشوفوا الكليب راه انتيوا وهذا هو البيرجي الاخر قباحة كلشي اخي قباحة ديسيبلين دريساج كلشي اللي بغى الحراسة راه هاد الكليبات ديال الحراسة ياك اخي شحال عنده في السن؟ وهذا عنده عام عنده عام والثمن 1500 الثمن ديالو راه 1500 واللي عجبك شي حاجه الرقم ديالك لي الفلوس صيفط لي كلبو اللي ماشي في كازا كامله هادشي اللي كاين السيد ديال قناه الاسر راه كيعرف لي ولد السوق الله يحفظك اخي والرقم ديالك رقم 06 03 27 44 51 في الواتساب كاين عندي الواتساب في نمره اخرى راه عندي الواتساب في نمره اخرى المهم هاد النمره اتصلوا به مباشره واش شي حاجه مرحبا والثقه الكامله مرحبا راه يصيفط لكم حتى خارج كازا البركانه والبارح اللي بغى شي حاجه حتى خارج كازا راه يصيفط عليكم الاخ شكرا لك بزاف وتحياتي لك مرحبا عند قناه العصر الله يحفظك مرحبا اخي سلاله مالينوا زغبه حمراء وشحال عندهم في السن 53 يوم شي قول شهر ونص تقريبا والثمن ديالهم 1900 درهم كوره انتاوي انتم كتشوفوا معنا راه جوج كوره هنايا عند الاخ والرقم ديالك 07 51 51 99 40 هذا هو الرقم ديال الاخ هاي الام ديالهم تبارك الله ما شاء الله راه كيقصر مع الدراري شحال عنده في السن عنده عام وربع شهر اول ولاده عندها اول ولاده تبارك الله ما شاء الله عاود لنا الرقم ديالك 07 51 99 40 في الواتساب راه في الواتساب وانتم كتشوفوا الكليبات اللي عجبتك حاجه تواصل مع الاخ شكرا لك اخي بارك الله فيك الله يسهل امركم تنتوما الله يحفظك يا عشيري هاني سنك الله يحفظك من
الهاسكي شحال عنده في السن؟ عنده شي شهر و 4 ايام. شهر و 4 ايام والثمن ديالو؟ 1500 درهم. كيام تيوا؟ كيام. هاد كيام راه نتوما كتشوفوا تبارك الله اليوم الشا معلم. السوق خاوي شويه. شويه. اش غادي الله يسخر. الله يحفظك اخي بارك الله فيك. شكرا لك. راه نتوما كتشوفوا. صحيبي هنا شمن سلالة؟ بيرجي بوالون. شحال عنده في السن؟ عامين. عامين والثمن ديالو؟ 2500 درهم. كارني فاكسان؟ كاين كارني فاكسان راه تخير ياك؟ عنده عامين. شي حاجة الحراسة ولا لاش؟ اللي بغى الحراسة ولا شي حاجة هو؟ تبارك الله ما شاء الله، الله يحفظك أخي، بارك الله فيك. دريسي مزيان. شاد دريساج، شاد دريساج. ندريس نتا ماينوت كلشي دراري مي اديش دراري اسيك وشي با بوجي عطي رداها من الصغر فهمتي الله يسخر مع ماشي بينيغري فيديك عندك ورقه ديالو لا ما عندي عنده كارنيت فاكسين ياك عنده كارنيت فاكسين